طقس غير مستقر على أجزاء من جنوب غرب المملكة الاثنين وحالة ماطرة تحت المراقبة نهاية الأسبوع، حيث يتوقع بمشيئة الله أن يكون الطقس مستقرا وغالبا مشمس في أغلب مناطق المملكة يوم الاثنين وحارا نسبيا نهارا في أغلب المناطق باستثناء أجزاء من شمال المملكة والمرتفعات الجنوبية الغربية، كما تبقى فرص هطول زخات من الأمطار على أجزاء من جازان وعسير. قد تكون هذه الأمطار غزيرة في بعض الأحياء ومترافقة بحدوث الرعد أحيانا، ويراقب المختصين في مركز طقس العرب احتمالية تأثر أجزاء من مناطق الحدود الشمالية وشمال المنطقة الشرقية وحائل والقصيم والمدينة المنورة وأيضا مكة المكرمة بحالة ماطرة نهاية الأسبوع الحالي، مترافقة بهطول أمطار عشوائية الطابع والشدة في أجزاء من تلك المناطق، ولا يستبعد أن تكون غزيرة أحيانا في نطاقات جغرافية ضيقة ومصحوبة بحدوث العواصف الرعدية حينها ونشاط في الرياح الهابطة. وسيتم إطلاق التحديثات التي ستسلط الضوء على مزيد من التفاصيل بشكل تصاعدي كلما اقتضت الحاجة من فريق طقس العرب. نتمنى السلامة للجميع. في حال أردتم المزيد من المعلومات يمكنكم زيارة موقع وتطبيق طقس العرب. دمتم في أمان الله.